بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الثانية لكورس كاف 401 في الهزات الانتقالية، وطبعا أعتذر عن تقديم المحاضرة أو تأجيل المحاضرة السابقة بسبب ظروف فنية ومشاكل الإنترنت. تناولنا بالمحاضرة الأولى كمقدمة سريعة، أخذنا استخدامات، قلنا العناصر الانتقالية واستخداماتها بالنسبة للتيتانيوم والحديد، وبعدين عرفنا ما هي العناصر الانتقالية اللي قلنا أنه العناصر اللي تمتلك partial d orbitals partial filling، الممتلئ جزئيا بالنسبة للدي اوربيتال او اوربيتال دي. قسمنا المجاميع، عرفناها من 3 الى 11 او من 1 بي الى 8 بي، ولاحظنا انه 8 بي ابرز ما قلناه، تطرقنا لانه ال 8 بي هي نفسها تضم مجاميع 8 و9 و10، 8 و9 و10 مثل الترقيم القديم هي 8 بي، وسمينا جروب 11 اللي هي جروب 1 بي، سميناها بالكوينج جروب. بعدين قلنا عندنا فلزات انتقالية خارجية اللي هي جماعة الدي اوربيتال، وراح نلاحظ الانتقالية الداخلية هي اللانثانيد والاكتينيد ان شاء الله. بعدين اتطرقنا الى إذا معلومات بسيطة عن السلاسل الانتقالية الداخلية. فقلنا السلاسل الانتقالية عندي ثلاث أو أربع سلاسل انتقالية، يعني four transition series. عندنا الفيرست للسكانديوم إلى الكوبر، والسكند من اليوتيريوم إلى السيلفر، والثيرد الثالثة من اللانثانايدز او اللانثينوم سوري الى الجولد الذهب، الاكتينايدز الى اليو يو يو، قلنا التسميات الحديثه فيما تخص العناصر اللي هي لها شورت لايف تايم ومعظمها يعني مواد مشعه ايزوتوبس، وتحضيرها تحضير مختبري ليست يعني موجوده بالنيتشر بالطبيعه. فالمشكلة اللي ركزنا عليها هي أنه ليش السلسلة الانتقالية الثالثة تبدي باللانثانوم اللي هو عدد ذري 57، وتبدي السلسلة بالهافينيوم إلى الذهب، بينما الأكتينيوم الفورث ترانزيشن سيريس السلسلة الانتقالية الرابعة قلنا تبدي من الأكتينيوم وانتهاء بالعنصر اللي هو اليو يو يو اللي هو سميناه بالاونو اونو نيوم، اونو اونو نيوم اللي هو هذا. اوكي، فقلنا انه بسبب التشابه بالكونفيجريشن او وجود دي اوربيتال ممتلئ جزئيا بالكترون واحد، سواء هنا الفور دي او هنا الفايف دي، فاذا الشبه بالصفات بينهم وبين العناصر الانتقالية خلاهم تكون الأوائل. المركبات أو العناصر اللي بعدها راح يروح للأف أوربيتال، راح أشوف بالسلايد الآخر، راح يروح للأف أوربيتال وبالتالي تعتبر من اللانثانيد أو الأكتانيد. السلاسل الانتقالية الخارجية اللي هي قلنا اللانثانيد أو اللانثانويدز تبدي من السيريوم 58، البارامسيوم 59 إلى آخره إلى اللوتيتيوم، وشفنا بالجدول أنه شون اللوتيتيوم واللورنسيوم تحل محل اللانثانوم والاكتينوم من ناحيه الترقيم، بس من ناحيه الصفات لا، تصير هذه بنهايه السلسله الرابعه، وهذه بنهايه السلسله العفو الرابعه بالنسبه لللانثانايدز العفو، وبالنسبه للاكتينايدز يعني ال 71 وال 103. اوكي، هاي نشوفها بالسلايد
اللي بعده قلنا انه اللانثانوم 57 راح يكون عنده الكترون واحد بالفايف دي، وراح العنصر اللي بعده السيريوم الالكترونيان راح تصير يعني هذا والمضاف هو بالاف، فاذا هذا لانثانايد يعتبر لانثانايد، بينما ذاك ممكن اعتباره بداية اللانثانايد وايضا بداية الترانزيشن سيريس الثالثة. اوكي، عندي بالنسبة للاكتينايد نفس الحالة، الاكتينوم عندي الكترون بدي بالسكس دي اف ماي بي، اذا هو ترانزيشن ميتال انتقالي داخلي او خارجي، عفوا خارجي. الثوريوم اللي بعده راح يصير 2 الكترون بدي، ايضا له صفات انتقاليه، لكن من اروح للباراسيدايميوم راح يكون عندي الالكترونات موجوده بالاف، وبالتالي تعتبر هذه المركبات هي اكتينايدز. اوكي، ايضا اتطرقت بالمحاضره السابقه يعني الى او كبدايه الى الصفات الفلزية الانتقالية وبعض الترند وبعض المتغيرات اللي بيها. اوكي، لا بس يعني اذا ما اخذها او ما اخذها ما عندي مشكلة. عندي بالنسبة للصفات الفلزية الانتقالية وبعض المتغيرات الترند اشوفها، ما يخص التشابه بالصفات الكيميائية والفيزيائية. لاحظ بالنسبة للدورتين الاولى والثانية، الدورتين الأولى والثانية اللي هي الأس، لاحظ الأولى والثانية، هاي الدورة الأولى، هاي الأولى من الليثيوم إلى النيون قصيرة يسموها القصيرة الأولى، والقصيرة الثانية من الصوديوم إلى ألومنيوم جمع. هذه احنا نسميها بالأس، قلنا أس إليمنتس، وهذه نسميها بالبي إليمنتس. هنا أنا هالعناصر بالنسبة للأس يعني هذه، وبالنسبة للبي شو راح ألاحظ؟ راح ألاحظ التغير بالزت إفكتيف بالشحنة النواة المؤثرة. هنا أنا بالضبط راح يصير عمل التغييرات اللي تخص الراديوس نصف القطر، تخص الكثافات، تخص الايونيزيشن بوتنشال جهد التأيون، السالبية الكهربائية، الالفة الالكترونية، كلها تعتمد على التغيرات الحاصلة بالشحنة النواة المؤثرة. فإذا تتذكر المعلومات السابقة يعني بالكورس 201 قالوا لك انه كل ما تتجه من اليسار الى اليمين، او حتى بكورس يمكن 101 اذا ما اخذ البريودك بروبرتيز، كل ما تتجه من اليسار الى اليمين هنا الزت افكتيف راح تزداد، شحنه النواه المؤثره تزداد. ليش تزداد؟ لان انت جاي تضيف بروتون الى النواه، يزيد شحنه النواه، بينما الالكترون اللي يضيفه بنفس المدار الى نفس البرنسبل كوانتم نمبر نفس ان، فاذا انت ما راح تنتقل، ما راح تبتعد عن النواه، وانما الالكترونات تضاف تباعا بهذا الاتجاه بنفس المدار، ولكن بنفس الوقت شحنه النواه تزيد. فشو يسوي؟ يسوي شرينك، قلل نصف القطر، قلل نصف القطر، وبالتالي تزداد طاقه التأين، الطاقه اللي تحتاجها حتى تزيح الالكترون من الذره المتعادله بالحاله الغازيه. الزيد الألفة الإلكترونية أيضا سبب اقتراب الإلكترونات بهذا الاتجاه نحو النواة. أوكي، وتأثيره واضح جدا، تأثيره واضح جدا، عدا يمكن بعض النشاز الأود اللي يصير بالنسبة للنيتروجين يصير نصف مشبع، تتذكرها يمكن. أوكي، الحالة هذه ما راح ألاحظها بالنسبة للدورة الثالثة، يعني حدها للكالسيوم أوكي شغالة، بعد الكالسيوم لل21 العدد ال21 سكانديوم، وانت صاعد الى النحاس الى الزنك، خلينا نعتبر الزنك مخالف. اوكي، شوف هذا التاثير قليل،
يعني قايل لك يا نانا عناصر الدورتين الاولى والثانيه الاس بلوك لها شحنه نواه متغيره بوضوح حيث يبدو تاثيرها واضح على صفاتها الدوريه نصف القطر طاقه التاين الالفه الالكترونيه والسالبيه الكهربائيه والصفات الفلزيه. بعد عنصر الكالسيوم 20 يبدا هذا التاثير بالانحسار يقل التاثير. ليش؟ تبدا هنا التاثير راح تلاحظه شلون؟ راح تلاحظه لانه الصفات تشابه تتقارب. كل السلسله الانتقاليه الاولى عناصر السلسله الانتقاليه الاولى بتكون تشابه بالصفات الدوريه، التشابه بالصفات الدوريه، حيث تتشابه العناصر العشره التاليه للسلسله الانتقاليه الاولى بمعظم صفاتها الكيميائيه والفيزيائيه. ليش؟ وهذا يعود للتغيرات الطفيفه بشحنه النواه. هنا المشكله. شحنة النواة هي المؤثرة وراح هسه إن شاء الله نعطيها مجال واسع بهالمحاضرة إن شاء الله. زين؟ فشحنة النواة المؤثرة هنا راح تصير تأثيرها أقل. ليش؟ لأنه بسبب ما يسمى الحجب العالي للإلكترونات الخارجية. عندي كور إلكترونات داخلية وعندي إلكترونات خارجية. الإلكترونات الداخلية تحاول أن تسوي شيلدينج، تمنع تحجب تأثير النواة على الإلكترونات الخارجية، وبالتالي الصفات كلها راح تتشابه. راح أشوف شلون أحسب الشيلدينج فاكتور وإلى آخره. أوكي، تتميز عناصر الفلزات الانتقالية، إحنا العنوان صفات الفلزات الانتقالية وبعض المتغيرات. تتميز عناصر الفلزات الانتقالية عن عناصر المجاميع الرئيسية عن الأس والبي بلوكس بما يلي. شنو الاختلافات بيناتهم؟ الاختلافات راح تصير عندي تقريبا هي أكثر من ثمانية، ناخذ منها ثمانية تكفي. عفوا. صفاتها الأولى عندها نسبة شحنة نصف الشحنة إلى نصف القطر عالية جدا، أعلى من الأس والبي بلوك. يعني الدي بلوك لها شحنات أو شحنة إلى نصف قطر عالية. طبعا هذه تماخذها يعني الراديوس تو تشارج ريشيو أو العفو التشارج تشارج شحنة إلى راديوس ريشيو. الشحنة طبعا عندك أنت الراديوس معناها الحجم يقل، فإذا عندي شحنة على نصف قطر معين، شحنة واحدة على نصف قطر معين، نصف القطر إذا زاد إلها فد نسبة معينة، إذا زاد نصف القطر النسبة شو يصير بيها؟ راح تقل، بسط يصير ثابت والمقام يزيد، فإذا الراتيو النسبة راح تصير قليلة. أوكي؟ هنا لا، بالنسبة للفلزات الانتقالية نسبة الشحنة إلى نصف القطر عالية، يعني أنصاف القطر قليلة وشحنات عالية، وبالفعل راح نلاحظ إلى أوكسيديشن ستيتس عالية توصل إلى حد السبعة بالمنغنيز على سبيل المثال. أوكي؟ فإذا هاي الصفة الأولى، نسبة شحنة الشحنة إلى نصف القطر التشارج إلى الراديوس عالية. أوكي. اثنين، راح تكون اكثر صلابه وذات كثافه عاليه من الاس والبي بلوك اليمنتس، من عناصر الاس والبي بلوك، من الريبريزنتاتيف اليمنتس، من عناصر الممثله. اوكي، فاذا ساي صفتين، الصفه الاولى انه تمتاز العناصر الانتقاليه بنسب شحنه الى نصف القطر عاليه بالمقارنه مع الاس والبي بلوكس اليمنتس، العناصر الاس والبي. اثنين، اكثر صلابه منها، الانتقاليه اكثر صلابه ولها كثافه عاليه، وراح نشوف يعني بعض الارقام هسه ان شاء الله. ثلاثه، تمتلك درجات انصهار وغليان عاليه، ايضا راح نشوفها بالجدول اللي نطرق له. راح نشوف لها درجات انصهار وغليان عاليه بالمقارنه مع الاس والبي بلوك اليمنتس. اربعه،
تكون أو تكون مركبات بارامغناطيسية على الأغلب. مركبات اللي تكونها معظمها بارامغناطيسية. ونعرف شنو بارامغناطيسية. بارامغناطيسية هي المركبات اللي تنجذب نحو المجال المغناطيسي عندما نخليها نوضعها في مجال مغناطيسي. الدامغناطيسية يصير بها تنافر مع المجال المغناطيسي، هذا أبسط تعريف، بينما البارامغناطيسية تنجذب نحو المجال والداية تنجذب خارج المجال. وعندنا طبعا الفرو والأنتي فرو إلى آخر يسموها المجال إن شاء الله نطبق لها. خمسة ذات أعداد تأكسدية متعددة، صح، معظمها يحتوي على أكثر من عدد تأكسدي واحد. احنا لاحظنا بالنسبة للأس إليمنتس مثلا الكالسيوم البوتاسيوم الصوديوم المغنيسيوم أغلب الأحيان عنده عدد تأكسدي واحد، اللي هو مثلا بالنسبة لجروب 2 عدد تأكسد 2 المغنيسيوم والبريليوم والكالسيوم، بينما الجروب الأولى الصوديوم والليثيوم وجماعتها البوتاسيوم تأكسد واحد، زين ما عندها. نجي للفلزات الانتقالية راح نلاحظ أعداد تأكسدية إلها متعددة. على سبيل المثال مثل ما قلنا قبل شوي المنغنيز اللي هو من يعني إلى أكثر من عدد تأكسدي، أكثر من أكسيديشن ستيت، أكثر من حالة تأكسدية توصل إلى يمكن خمسة، يعني عنده زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 وزائد 7. أوكي، ستة تكون مركبات ومعقدات بمحاليل ملونة. كل الفلزات الانتقالية محاليلها ملونة، محاليلها ملونة، وتلاحظ بالمختبر 202 لاحظت الألوان، النيكل مركباته خضراء، النحاس زرقاء، الكوبالت النيكل أخضر، الكبر النحاس أزرق أو زرقاء، الفانيديوم تميل للأخضرار، الكروم يميل للأخضرار أو الأصفرار حسب الأوكسيديشن ستيت، الكوبالت الوردي وعديم اللون، الحديد البراونش وإلى آخره. أوكي، فإذا المركبات ذات محاليل ملونة. سبعة تستخدم كعوامل مساعدة في كثير من التفاعلات، وهذا صحيح. المركبات أو حتى نفس العناصر النيكل، نيكل أشهر عامل، بلاتين أشهر عامل عوامل مساعدة بالصناعة. النيكل الراني نيكل والبلاتينوم وغيرها تستخدم كعوامل مساعدة في كثير من التفاعلات الصناعية في تصنيع المواد صناعيا، أيضا يستخدمون هذه كعوامل مساعدة. ثمانية وأخيرا تكون معقدات مستقرة، وهذا يمكن كورس كامل أخذته ب 202 اسمه معقدات الفلزات الانتقالية، ما قصرتوا إن شاء الله. أوكي، طيب هذه الصفات اللي أخذناها بصورة عامة، صفات فلزات الانتقالية اللي تميزها عن الأس والبي بلوكس إليمنت، عناصر الأس والبي بلوك. أوكي، خلي أشوف الجدول اللي يمثل لي بعض الصفات اللي تخص الفلزات الانتقالية والسلسلة الانتقالية الأولى. هذا الجدول عندي الكرم الأول العناصر سكانديوم تيتانيوم فانيديوم كروميوم مانغانيز ايرون حديد كوبالت نيكل والكبر، طبعا موجود الزنك بس احنا الزنك قلنا شوية نستغني عنه مؤقتا. اوكي، تلاحظ رقم الجروب مثل سكانديوم الثالثة تيتانيوم الرابعة فانيديوم الخامسة شفناها بالمحاضرة السابقة حسب الجدول الدوري. اوكي، عندي هذا الكلم يمثل لي الدنسيتي الكثافة، يمثل لي الدنسيتي، وسرح شوي أخذ بيها تفاصيل إن شاء الله. هذا يمثل لي الدنسيتي بالجرام بير سنتيمتر كيوبيك مكعب. أوكي، وعندي هذا الكلم يمثل لي الميلتينج بوينت بالدجري سنتيغريد، درجة الانصهار، درجة الانصهار. أوكي، و هذا الكلام يمثل لي البويلينج بوينت، درجة الغليان عندما يتحول إلى سائل، غليان بالدجري سنتيغريد.
وطبعا لاحظ كلها درجات عالية بالمقارنة مع العناصر الرئيسية الأسول بي. أنصاف الأقطار بالبيكومتر أيضا راح ألاحظ راح أحكي عنها شوية. أوكي الكونفيجريشن وهذا معروف يعني أعتقد طرقنا له، بس نركز على نقطتين. تلاحظ بالسكانديوم اللي هو 21 العدد الذري مالته، راح يصير عندي أرجون 18 ولاحظ 4s2 3d1، هنا 3d1 4s2. طبعا هذه أنا يمكن إذا عندكم معلومة، طبعا هي المفروض إحنا أستاذ تقول ليش ما ينكتب 4s2 3d1. هذه طبعا هي واحدة من الأمور جدا مهمة أخلي ببالي، أنه قبل العدد الذري 21 4S هي أكثر استقرار من 3D. 4S أكثر استقرار من 3D شو وقت عندما يكون العدد الذري أقل من 21 لحد الكالسيوم. فالكالسيوم ترتيب الإلكتروني يصير أرجون 4S2. أوكي بعد 21 يبدي الصراع بين 3D والـ4S منو أقل استقرار، وهذه يعني نقطة جديرة بالاهتمام، وراح شوية أتوسع بها من آخر هسه البنتريشن، وراح أشوف ليش وش وقت يكون 3D. يعني هسه أنت من الضيف، وهي تخليها ببالك طول عمرك، من الضيف الإلكترونات الإلكترون 21، هسه احنا قلنا 20 أرجون 4S2، من يجي 21 شي يكون 4S2 3D1. هنا أنا حديثا اقترحوا انه من يمتلي الـ4S، من يمتلي الـ4S بعد يصير اكثر طاقة من الـ3D، يعني يصير الـ3D هو الاقرب الداخلي الاقل طاقة، اقل طاقة من الـ4S. عندما يمتلي الـ4S، عندما يمتلي الـ4S يصير الـ3D اقل طاقة، فيجب ان يكتب 3D1 4S2. هذه يمكن يعني من المعلومات الحديثة. اوكي سابقا قالوا لك لا 4S2 3D1، هو بالحقيقه من يمتلي 4S بعد يصير طاقته اعلى فيصير 3D1 4S2. اوكي ان شاء الله مفهومه. عندي تيتانيوم 22 شو يصير؟ ارجون 18 4S2 3D2 او اكتبه 3D2 4S2 اللي هو الاصح، امتلى 4S2 فاذا 3D2 يجب ان يكون ممتلئ. اوكي هذه طبعا من ناحية النظريه راح اشوف هسه بالكروم شلون تتغير الحاله، يعني هذه يعني وجهه نظر بالحقيقه شلون تتغير هسه. اوكي بعد عندي الفينيديوم اللي هو 23، فش يصير عندي؟ ارجون 3D3 4S2 4S2 3D3. زين هنا طبعا هي يعني حتى لو تنكتب 4S2 3 ماكو اشكال، ليش؟ لانه طاقاتهم متقاربه جدا لل3D وال4S، الـ3D والـ4S متقاربة جدا، وراح ألاحظ من ينفقد الإلكترونات تنفقد من الـS ما تفقد من الـ3D، دلالة على الـ3D يصير أكثر استقرار من الـ4S. أضيف للـS 4S قبل الـ3D، ولكن من يفقد الإلكترونات يفقدها من الـ4S أيضا قبل الـ3D. تلاحظ إذن الإضافة والفقدان 4S يصدر هو الأول بالإضافة والفقدان 4S قبل 3D. أعيد وأكرر، بالإضافة 4S وبالفقدان 4S هو الأول. أوكي هنا أنا سيصير عندي المشكلة، عندي بالكروم راح يصير عندي 24 18، لاحظ كتبها 3D5 4S1 ما كتبها 4S2 3D4. ليش؟ لأنه يقول لك الـ3D من يصير نصف مشبع يصير مستقر أكثر استقرار، راح يصير أكثر استقرار، وراح لاحظ استقرارية الكروم شوية عالية. أوكي يعني بالمقارنة ويا العناصر اللي قبله مثلا، تلاحظ يعني خلي شوية نتجاوز الصلاحية، لاحظ إن أنا الكروم الأنس بوتنشيال مالته 653 بينما الفينيديوم 650، يعني هذا أعلى، هذا أعلى.
اوكي المفروض هذا اعلى من هذا على كل. فهذا الفارق البسيط ليش؟ لانه عندي هنا 3D5 نصف مشبع، اوربيتال دي نصف مشبع. اوكي طيب الكونفيجوريشن بعد احنا نستمر المنجنيز 25D5D2F4S2 6S2 بالنسبة للحديد، 7S2 للكوبالت، النيكل S2D8. النحاس ترجع نفس الحالة، النحاس ترجع نفس الحالة. تلاحظ جودة التأين بدل ما يقل زاد، 737 746، راح نرجع لها نرجع بس من خالف بس للتوضيح. اوكي فاذا ليش؟ لانه الدي 10 ممتلئ، فاذا اكثر استقرار، يعني الدي 10 اكثر استقرار من الدي 9. بدل ما كتبه دي 9 4 S2 كتبه دي 10 S1 مثل الكروم دي 5 S1. ليش؟ لانه النصف مشبع والمشبع صار اكثر استقرار. اوكي هذا بالنسبه للكونفيجوريشن. بالنسبة للاستخدامات لا بس نتطرق إلى بعض الاستخدامات للعناصر. عند التيتانيوم أبرزها التيتانيوم، التيتانيوم قلنا لأنه خفيف كثافته 4.5 وبنفس الوقت قوي strong metal، أعتقد هو strongest one يمكن، فيستخدمونه بتصنيع المكائن الانجينز مكائن والايركرافت اندستري بالصناعات الطائرات، صناعة الطائرات هياكل الطائرات، كل هياكل الطائرات اللي يشوفها هي تيتانيوم. ليش؟ لانه قوي وخفيف. اوكي فالدنسيتي مالته هي تقريبا 60% من الدنسيتي مالت الايرون. لاحظ هاي النقطة، تيتانيوم كثافته 60% من كثافة الحديد، من كثافة الحديد. اوكي بالنسبة للفانيديوم، بالنسبة للفانيديوم استخداماته بالستانلس ستيل، شايفين تقرون على اللي هو ويا 19% كروم و9% نيكل والبقية حديد بالإضافة للفانيديوم. اوكي بعد الكروم ايضا يستخدموه كالويز كسبائك مثل الكربون ستيل، سامعين بي كربون ستيل قوي. The most significant use، أكثر استخدام للكروم هو بالكربون ستيل، بتعطي متانة جدا عالية. أوكي المنجنيز بعده أيضا يستخدم سبائك مع النحاس، سبائك مع النحاس. حديد وما أدراك ما الحديد، كان معلوماتكم إن شاء الله وافرة وممتازة. الحديد استخداماته كثيرة، سبائك مثل كربون ستيل the most significant use، أكثر استخدام هو تطي متانة قوية للكربون ستيل، سامعين متانته واستخداماته الكثيرة بالصناعة. أوكي كوبالت استخداماته أيضا سبائك مثل الكروم ويا التنجستن، حتى يستخدمون الهاردن درل بيتس، أجزاء من معدات الحفر القوية جدا، ايضا يستخدم الكوبالت. وطبعا بالاضافه الى استخداماته الصناعيه حتى الحيويه تاخذوا فيتامينات كوبالت، الفيتامين اللي هو كوبالت البي 12 والبي 6، وهذه طبعا كلها مركبات كوبالت ضروريه للجسم، بس احنا ما جئنا اي شيء بالبايو. اوكي نيكل اللي هو ايضا سبائك مع الحديد، حداد النيكل بالارمور بلاتينج، وحتى تسوي ريزيست للكوروجن، مانعه يسوون للطلاء، يستخدموها للطلاء وتكون قويه جدا للتاكل، ضد التاكل، مضاده الى التاكل. اوكي النحاس بعد تعرفون يعني هاي الكتريكال كونكتيفيتي الى توصيل كهربائي عالي جدا، فلذلك معظم الأسلاك الكهربائية تستخدم من النحاس. وأيضا السيلفر الفضة أيضا يستخدموها ك يعني عناصر مهمة جدا بصناعة
الأسلاك الكهربائية. أوكي؟ هذا نظرة سريعة على الجدول، وراح أخذ راح أتطرق إلى الدنسيتي الكثافة والميلتينج بوينت ميلتينج بوينت والبويلينج بوينت والراديوس راح ألاحظها شوي بنوع من التفصيل. أوكي خل أرجع إلى المعلومات هنا عندي. بالنسبة إلى الكثافات وأنصاف الأقطار الفلزية الدنسيتي، فش يقول؟ يقول كثافات العناصر الانتقالية أعلى من العناصر الرئيسية بسبب النقصان غير المنتظم والصغير في أنصاف الأقطار المتزامن مع الزيادة النسبية في الكتل الذرية. حكيت قبل شوي فقلت أنه اللي تلاحظه عن العناصر الانتقالية لها كثافة عالية بالمقارنة مع عناصر الرئيسية الأس والبي بلوك. ليش؟ لأنه قلنا بسبب هنا يعني احنا طرقنا الى 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 الزت افكتيف، وهذا حقيقه الزت افكتيف تصير تغيراتها غير مؤثره وبالتالي انصاف الاقطار راح تصير نقصان غير منتظم انصاف الاقطار تغير اللي بيها غير منتظم وصغير، وبنفس الوقت تصير الكتل الذرية مالتها تزيد. إذن زيادة الكتل الذرية الكتلة تتقارب أكثر، أنصاف أقطار قليلة تعطيها متانة عالية كثافة عالية. أوكي فراح نلاحظ أنه من الجدول يكون عندي السكانديوم. إلى كثافة 2.99 اللي هو أقل كثافة بالعناصر الانتقالية. سكانديوم أقل عنصر بالكثافة الانتقالية، بينما ألاحظ النحاس هي أعلاها 8.92 جرام بير سنتيمتر مكعب. أوكي هذه النقطة الأولى، إذا السكانديوم أقل واحد أقل كثافة سكانديوم وأعلى كثافة هي النحاس. أوكي لو أروح إلى الكيرف هذا راح ألاحظ من أرسم الكثافة density مقابل الأعداد الذرية الذرية أو الجروب نمبر رقم المجموعة. إيش راح ألاحظ؟ عندي الجروب الأولى والثانية هاي الأس والأس بلوك، الأس الأولى مالت جماعة الجروب 1A و2A جماعة الصوديوم ليثيوم والصوديوم والآخر، وجماعة البريليوم والمغنيسيوم. هنا أنا تزداد من أقارنها هسه الكثافة. هذا السكانديوم رقم 3 أوكي انتقل إلى تيتانيوم، لاحظ الدنسيتي شلون جاي تزداد. الفانيديوم أيضا تزداد. أوصل للكروم عالية تمام. الكروم والمنغنيز لاحظ هذا الكروم رقم جروب 6 الكروم، وجروب المنغنيز 7 لاحظ مساويات تساوي. وبالفعل يعني اذا ارجع الى الجدول راح اشوف تقريبا الكروم 720 والمنغنيز 720 اعلى من الفانيديوم اعلى من التيتانيوم واعلى من السكانديوم. اوكي من انتقل للحديد راح الاحظ الزياده بالحديد، راح عندي برقم 8 عندي زياده
بالكوبالت رقم 9 بعد أكثر 9 أكثر. الكوبالت والنيكل يساوون، كوبالت والنيكل يساوون، لاحظ كوبالت 808.9 والنيكل 8.9، هذا الكوبالت وهذا النيكل، بينما الكبر شوية زيادة خفيفة 8.92 هي اللي تخليه أعلى عنصر بالسلسلة الانتقالية الأولى يمتلك الكثافة. أوكي؟ هسه من أروح إلى الزنك وأعبر إلى البي، شو يصير بالكثافة؟ جاي تقل، قلت. فلذلك أقول لك العناصر الانتقالية لها كثافات عالية بالمقارنة مع الزنك. فإذا النقطة اللي أركز عليها قلت هي أنه عندي الأكثر الكبر والأقل السكانديوم والزيادة المضطردة بالعدد الذري، امتلاك تساوي الكروم والمنغنيز وتساوي الكوبالت والنيكل. أوكي؟ تساوي الكروم والمنغنيز 7.2 والكوبالت والنيكل 8.9 يعني مكتوبة هنا ما يخالف. أوكي؟ وأيضا قلنا الانتقالية تمتلك كثافات أعلى من الأس بلوك والبي بلوك. أوكي؟ هذا ما يخص الكثافة. أوكي؟ أنصاف الأقطار، أنصاف الأقطار الفلزية عندنا أيضا لو نرجع إلى الجدول، لو نرجع إلى الجدول راح نشوف الأنصاف الأقطار سكانديوم 164 بيكومتر، تيتانيوم 147 بيكومتر عصار قل راديوس قل، فانيديوم 135 قل صار قليل صار نقصان، الكروم 129 ايضا. فاذا من السكانديوم الى الكروم شو يصير بالراديوس؟ جاي يقل من 164 الى 129. بالمنغنيز صار عندي اود نشاز صار 137 ازداد نصف مشبع ازداد. اوكي، بعد من انتقل للحديد يصير عندي 126 قل اقل من الكروم، تلاحظ الكوبالت 125 تلاحظ، بعد النيكل 125 يساوي الكوبالت والنيكل بنصاف الاقطار، الكبر ازداد شويه ليش ايضا. فتلاحظ الطفره وين بالشذوذ، وين بالمنغنيز اللي هو نصف مشبع دي، وبالكبر اللي هو مشبع، والكبر اللي هو مشبع. اوكي، من لاحظها على الجدول او على الكيرف العفو، لاحظ ايضا نفس الحاله عندي الجروب 1 جماعه الاس، الجروب الاولى، الجروب الثانيه من انتقل من الاولى الثانيه راح يقل الراديوس، يقل الراديوس ليش؟ قلنا تغير زد افكتيف واضح، شحنة النواة المؤثرة تغيرها واضح. اوكي، من انتقل الى اول سلسلة انتقالية ثلاثة انصاف اقطار اقل بعد صح زادت، بس التغير لاحظ بهذا الجزء مو ستيب قوة مثل هذا الجزء. شوف التغير بالاس قوي هنا، انحدار قوي، بينما هنا يبدي لا تبدي التقارب. راح نلاحظ تيتانيوم السكانديوم قل بالتيتانيوم رقم 4، قل بالفانيديوم، قل بالكروميوم، بس شنو تقليل يعني النقصان بسيط بطيء. بالمنغنيز ازداد، بالمنغنيز
ازداد. قل بالحديد، تقريبا قل شوية بالكوبالت، وساوى بالنيكل، وازداد شوية بالنحاس، وازداد بالنسبة للزنك وبالنسبة للجاليوم. اوكي، فالنقطة اللي يعني اريد اركز عليها سنانة هي انه ليش هل الديكريزنج، هل ديكريزنج او التغير الفاريشن بالانصاف الاقطار الفلزيه يكون قليل وغير ملحوظ. طبعا هسه ارجع لها، احب اركز ايضا على نقطه اخرى. عندي اصغر نصف قطر هو الكوبالت والنيكل اللي هي 125 بيكومتر. نكتب عربي وانجليزي ما خالف، هندي وعربي ما خالف، عذرونا. واكبر نصف قطر هو السكانديوم 164 بيكومتر، لاحظتها بالجدول 164. اوكي، هنا انا بعد عندي نقطه، نقصان من السكانديوم الى الكروم، ثم ارتفاع المنغنيز، ثم نقصان الى النيكل، ثم مساواه مع الكوبالت، ثم الزياده في النحاس. والسبب ان المغنيسيوم نصف مشبع منغنيز دي 5، والنحاس مشبع كبر دي 10. طبعا تعذروني عن كتابه الدي 5 والدي 10، هاي بسبب البرنامج اللي عندي، فعذرا بس مبينه واضحه ان شاء الله. اوكي، اذا ان التغير بانصاف اقطار السلسله من الفانيديوم الى النحاس غير محسوس بالمقارنه مع الدوره الثالثه. اذا اخر الدوره الثالثه اللي هي منين تبدي بال، والدوره الثالثه نحاس، سوري، صوديوم، وايضا بالنسبه للكلور. يعني اذا ارجع للجدول الاحظ السلسله من الصوديوم وانتهاء بالكلور الثالثه، الدوره الثالثه القصيره هذه، وقارنها بهذه الدوره الرابعه من سكانديوم الى الكبر او الى الزنك، ايش راح الاحظ؟ يقول تلاحظ تضاف الالكترونات الى اوربيتال 4s، صح 4s، ورا النيون، ورا النيون يعني راح يصير 4s، 4s1، 4s2، وايضا يضاف للبي اوربيتال. اوكي، مما يزيد الشحنة النووية المؤثرة، الزيت افكتيف، مما يزيد الشحنة النووية المؤثرة، الزيت افكتيف، ويقلل نصف القطر حسب العلاقة. زيت افكتيف تربيع، سوري هاي تربيع، زيت افكتيف تربيع على ان تربيع، هاي تمثل لي طاقة الالكترون، اذ يكون عدد الكم الرئيسي ثابت للدورة الواحدة. حكيتها بهاي الدورة، نص الدورة الثالثة القصيرة من الصوديوم الى الكلور، انا جاي اضيف الكترونات بالاوربيتال اس و بي، وبنفس الوقت زياده بالزيت افكتيف، شحنه النواه جاي تزيد، والاضافه بنفس البرنسبل كوانتم نمبر ان. اوكي، فش يصير؟ راح تصير زياده بالشحنه، والمسافه هي نفسها، مسافه الاوربيتال او الشيل الرابع، اللي هو يعني الاوربيتالات السبشل ثانويه الاس والبي، هي نفس تقريبا نفس المسافه المفروض تكون. فشي يصير من تزيد الشحنه الالكترونات مالت الاس والبي، شي يصير بها؟ تقترب، كل ما تزيد الشحنه كل ما يصير الجذب عليها اكثر فتقترب. فاذا بزياده الزيت افكتيف وثبوت الان، فاذا معناها نصف القطر شي يصير به؟ راح يصير به شرينك، راح يقل نصف القطر. اعيد واكرر، زيادة الزيت افكتيف، ثبوت الان، فاذا اضافة شحنات نووية للزيت افكتيف يقلل من نصف القطر، تقترب الى النواة اكثر. من اجي اقارنها بالدورة الرابعة بالفورث بيريود اللي هي السكانديوم الى الزنك مثل ما شفناها، فان الالكترونات تضاف الى المدار الداخلي 3D. ضفنا الالكترونات ورا الفور اس، اجت لي 3D. إضافة الإلكترونات بالـ 3D إيش راح تسوي؟ راح تسوي
حجب علما للالكترونات الخارجيه التكافل الاس. يعني من الدي تاخذ الكتروناتها راح تصير اقرب الى النواه، وبالتالي راح تسوي شيلدنج تحجب تاثير النواه على الاس، فتبقى الالكترونات بالفور اس على نفس المسافه تقريبا، هذا يعني تغير بسيط. بسبب من؟ بسبب حجب الالكترونات الخارجيه التكافؤ اللي هي الفور اس عن تاثير شحنه النواه بواسطه منه الالكترونات الداخليه. فاذا تستطيع الالكترونات الداخليه الثري دي من حجب الالكترونات الخارجيه تكافؤ الاس او الفور اس عن تاثير شحنه النواه، وبالتالي تبقى انصاف الاقطار متقاربه في قيمها. وهذا اللي لاحظنا، هذا اللي لاحظنا. اوكي، اذا النقطة الأساسية هذه هي والمهمة هي أنه أعرف شحنة النواة، شحنة النواة المؤثرة هي تقريبا متقاربة لكل العناصر بالانتقال من السكانديوم إلى الزنك أو إلى النحاس، وبسبب الحجب الشيلدينج. طبعا البنتريشن الاختراق واضح، واعتقد يمكن عندي وقت شويه اتطرق له وين ما اوصل، ما يخالف حتى لاخذ من وقتكم الثمين ان شاء الله. راح اشوف الحجب، الحجب شنو معناه؟ الحجب راح يكون عندي كالآتي، خلي أفهمها. تتذكرون هاي الأشكال، هذا الشكل يوضح لي الراديال probability، احتمالية الاحتمالية القطرية للأوربيتالات، للأوربيتالات مقابل البعد عن النواة، مقابل البعد عن النواة. تتذكرون من كورس 101 حتما، يمكن بالكوانتم، جماعة الماخذين الكوانتم صاروا هسه ما شاء الله خبراء بهذا الموضوع ان شاء الله. اوكي، فبس يعني اذكرك انه عندك تقارن الونس اوربيتال، احتمالية وجوده، الاحتمالية القطرية، والتو اس والثري اس. اوكي، والثري اس، ويا اوكي يا حبذا نروح ايضا للفور اس والثري دي هنا. اوكي، والتو بي مع الاس، ايش راح الاحظ؟ من اقارن الون اس بالتو اس راح الاحظ الون اس اقرب الى النواة، ولكن التو اس يقدر يسوي بنتريشن، يقدر يخترق بحيث عنده احتمالية وجود قريبة للنواة، اذا يقدر يخترق الكور اللي قبله، اللوب اللي قبله، الالكترونات اللي قبل، يعني الكترونات ال N2 المدار الثاني، المدار الثاني تقدر ان تخرق الكترونات المدار الاول، اختراق penetration. اوكي، نفس الوقت هي ال 1S شو تساوي؟ الكترونات المدار الاول تحجب تاثير النواة على الكترونات المدار الثاني، ونفس العملية إذا أجي الإلكترونات المدار الثالث، هسه جاي أحكي عن S بس، الـ 1S والـ 2S إلكترون تحجب تأثير النواة عن الـ 3S، والـ 3S يحاول أن شو يسوي؟ يسوي penetration، لاحظ جاي يخترق وحتى يوصل إلى النواة. أوكي؟ إذا عندي عملية penetration، اختراق صفوف العدو، و shielding صد، منع، حجب. اوكي، فعيد واكرر، 1S 2S تحجب ال3S من تاثير النواة على ال3S، وال3S يحاول ان يخرقها، ونفس الحالة بالنسبة لل1 تحاول ان تحجب 2 و2 تحاول ان تخرق 1. اوكي، اذا اجي لل2S وال2P، لاحظ ال2P، ال2P يحاول ان يحجب تاثير النواة على ال2S، لكن ال2S
يسوي بنتريشن عالي فيخترق البي ويوصل الى. طبعا هذا الحجم له تاثير، له تاثير، يعني ما راح يخلي شحنه النواه اثنين مثلا هنا اثنين كلها تاثر على التو اسيركترون، وانما قسم منها ونحسبها. راح نتعلم شلون نحسبها او تعلمتوها يجوز، بس هسه نعيدها ولو في العاده ان شاء الله بسيطه. اوكي، على كل انا يعني ما احب اخذ من وقتكم يعني اكثر من هذا، راح ارجع الى هالمساله واحكيها ان شاء الله بالتفاصيل واتعلم حساباتها ان شاء الله بالمحاضره القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.